أعزائي متابعي طقس العرب في المملكة الأردنية الهاشمية، تحية طيبة لكم. نستعرض معكم من جديد آخر توقعات حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع نشوءها مع نهاية هذا الأسبوع. تطرقنا لها مع نشرة الأسبوع الماضي، حيث نلاحظ من خلال الخريطة التالية التي استعرضناها وجود مرتفع جوي كبير وضخم في مناطق غرب ووسط القارة الأوروبية وصولا إلى شمال القارة الأفريقية. هذا المرتفع الجوي سمح ببعض الكتل الهوائية الباردة نسبيا بالتوجه في طبقات الجو المتوسطة والعالية إلى مناطق جمهورية مصر العربية، إضافة إلى منطقة السودان. هذا التوجه إلى تلك المناطق سمح بامتداد المنخفض البحر الأحمر بالتوغل بالمزيد من التوغل بشكل أكبر إلى الشمال نحو منطقة بلاد الشام. هذا تلاقي امتداد منخفض البحر الأحمر مع تلك الكتل الباردة نسبيا والرطبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية سيعمل بمشيئة الله على ولادة حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الأربعاء في منطقة مصر إضافة إلى السعودية، لتطال يومي الخميس والجمعة منطقة بلاد الشام وتحديدا الأردن وفلسطين. ومن خلال الصورة التالية نستعرض معكم توزيع الأمطار المتوقع بمشيئة الله في المملكة. كما تلاحظون هنالك عدة توزيعات للأمطار في مختلف المناطق. فرص الأمطار كما تلاحظون تمتد فوق كافة مناطق المملكة، في حين تتركز فرص الزخات الرعدية الغزيرة من المطر بمشيئة الله فوق جبال الشراء إضافة إلى البادية الجنوبية، إضافة إلى بعض مناطق وادي عرباء والأغوار الجنوبية، في حين تمتد فرص الزخات الرعدية من المطر لتطال مناطق عدة في المدن الأردنية بما فيها عمان والمدن الرئيسية. أما من خلال هذه الصورة نستعرض معكم بشكل ملخص كتفاصيل لحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة. هنالك ارتفاع في درجات الحارة مقارنة بالفترة الماضية، شهدت الفترة الماضية أجواء لطيفة مع ساعات النهار باردة نسبيا ورطبة مع ساعات الليل، في حين متوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس يومي الأربعاء والخميس وحتى ساعات عصر الجمعة لتتجاوز معدلاتها بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية. النقطة الثانية هنالك توقع بهطول زخات رعدية من المطر في العديد من المناطق تدريجيا يوم الخميس. تتسم الأوضاع الجوية نهار الخميس بأنها أكثر مائلة للحرارة إضافة إلى تولد الغبار والأتربة المثارة الناتجة عن ما يسمى بالرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية القوية. هذه من شأنها أن تعمل على تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية، وهنا نخص بالذكر المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية، في حين ستكتسب الأمطار طابع الغزارة مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة إضافة إلى فجر الجمعة فوق معظم المناطق خاصة في المنطقة الجنوبية من المملكة. كما تلاحظون هناك تحذير خاص بتلك المنطقة من خطر توقع تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في مناطق محدودة من جنوب المملكة. جعلها الله أمطار خير على الجميع. سنتابعكم خلال الأيام القليلة القادمة ونوافيكم بآخر التحديثات على صعيد الحالة الجوية. دمتم برعاية الله.